اخوانات كفايتي قدم لكم شيخ الرميتي الحقانية القديمة تحيا الجزائر انا اللي غرست النخلة ولو كان جبتها لجناني انا اللي غرست النخلة لو كان جبتها لجناني الغرس ما يجي للرحلة يبغي اللي بوالو هاني والغرس ما يجي للرحلة ويبغي اللي بوالو هاني وكان الربح وبرايزي غرستها صديت عليها فندرت بام وزدت القفلي درت الباب والقفلين عندي رجالي اللي يحظوها يا منين ما الربح شو رايشين يا اللي غرستها صديت عليها العين